تعالوا نعيش الفرحه مره اخرى مع اعضاء النادي الاهلي وزميلتنا هنا ابو القاسم في فرع الشيخ زايد. الاهلي بطل القاره السمراء، النادي الاهلي بيقتنص النجمه العشرة. طبعا مليون مبروك لرجال النادي الاهلي ومجلس ادارته، مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. في فرحه عارمه في فرع الشيخ زايد، ومعايا دلوقتي بعض الاعضاء. كنت عايز اعرف ايه راي حضرتك في اداء الفريق النهارده؟ احنا بنيجي نتفرج على الماتش هنا في النادي علشان نساند الكابتن محمود الخطيب، ونحب نقول لكل مشجع اهلاوي الف 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 مبروك على العشره، والقضيه ممكن، القضيه ممكن تاني، من القضيه ممكن تاني زي ماتش الزمالك جدنا العفشه برضه على المجر. وشكرا للكابتن الخطيب، وشكرا للكابتن الخطيب، كل ماتش يروحه نفوزه. كابتن الخطيب دي علامه 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 للنادي الاهلي، وشكرا للنادي الاهلي. طبعا شفنا تألق كبير جدا من كل لعيبه النادي الاهلي. شايف مين رجل المباراه او يستحق مان اوف ذا ماتش؟ طبعا كابتن موسيماني اثر المباراه، موسيماني اثبت انه مدرب كويس جدا، واثبت ان النادي الاهلي نادي كبير، نادي مش من السهل، مش من السهل ان اي حد يقدر عليه. والنادي الاهلي اثبت للجميع وكل الناس كلها ان هو نادي القرن بكل المقاييس، ونادي القرن الجديد، ونادي القرن اللي هيجي بعد كده. واثبت للناس كلها ان الخطيب رغم كل المعطرات اللي حصل، ان الخطيب كابتن محمود الخطيب هو ايقونه الكره المصريه، وهو احسن لاعب في الكره الافريقيه، واحسن رئيس نادي في الكره الافريقيه كلها، وهو من احسن رؤساء الكره في العالم. والنادي الاهلي هو ايقونه الكره العالميه والمصريه. طبعا رجال النادي الاهلي بيكتبوا اسمائهم بحروف من الذهب، تحب توجه ايه رساله للاعبين النادي الاهلي؟ اقول لها النادي الاهلي الف الف مبروك، انت نادي القرن برجالتك وبرئيسك، وان شاء الله اسعدت الشعب المصري كله، وعقبال اللي جايه ان شاء الله. كل رجال اللعيبه كانوا ابطال، مفيش حد قصر، والاهلي بطل القرن رغم انف الجميع، وان شاء الله البطولات قادمه اكتر اكتر اكتر. شكرا لحضرتك. عايزين نعرف ايه راي حضرتك في اداء النادي الاهلي في مباراه اليوم ونهائي بطوله دوري ابطال افريقيا؟ هو عامه النادي الاهلي كبير، على كبير فوق الجميع. الاهلي فعلا بيثبت ان الاهلي فوق الجميع، ودي رساله بس اقول له ان اللي بيقول مثلا ان الاهلي نص مصر بيتفرج عليه، لا اتفرج، ده فرع بس من النادي الاهلي، اتفرج على الملايين اللي بتشجع النادي الاهلي، ودايما الاهلي فوق الجميع. وبيبو بيبو، الله عليك يا حبيبي، الله عليك يا حبيبي.